يلا يا شباب سكتوا تفضل تفضل اولا اسمعوا اولا اعلى اهم يا اخوان كان ان تنفذ الحكومه شوف الاتفاقيه الموقعه ب 2022 اول واهم بند فيها كان وضع 15% زيادة على علاوة طبيعة العمل. كمل اعتماد ال 15% هذا بند واحد من عدة بنود أولا يدفع 5% كام على راتب آذار ناخذ ال 15% كاملة ونتحدث وراتب كامل ومستحقات لا مجال لتجزئة ال 15% راتب ومستحقات و 15% نسعى المجال بدنا بكامل يا قادي وحده ما من يد ام طلبنا مطلبنا واحد الاتفاقيه اللي اتفقت عليها في واحد ما اتفقت بدنا تنفذ فورا وهذا الامر عندكم الامر اليوم في برماكم ان نفذتوها بكره نروح المدارس او جدوله المستحقات اتحاد المعلمين في بند الاتفاقية السابقة والمبادرة اللي هي تحت عنوان دمغرطة الاتحاد حوكمة تعديل الآن في عنا ديناميكية متسارعة في هذا الأمر في 21 آذار راح يتم عقد اجتماع المجلس المركزي وراح يكون في تسارع بتصويب قضيه الاتحاد بالتعاون بين مع انه مش تابع للوزاره حوكمه لكن الوزاره شريك رئيس في الموضوع هذا بهم المعلم كل ما يهم المعلم حلم عليه لما نقول انا تطوير بنيه الاتحاد والديمقراطيه بكافه المضامين أنا بختار كلماتي بكل ما ينطوي عليه ذلك من تغيير في النظام من موضوع العضوية وموضوع الانتخابات كل هذا قادم
الأسابيع القليلة القادمة. متى؟ ما راح نكون متى يا أستاذ؟ مش كبت تزير يا دكتور، إن عشرات السنوات المعلمين، عشرات السنوات مش كبت تزير المعلم. المعلم صبر ونفذ صبره. لأن المعلم الفلسطيني دائماً هو الوحيد الذي يبدأ يومه بالسلام الوطني الفلسطيني ويقف تحية انا رايي ما عداش معك الدرسة مش شاك الكلام.